أعزائي التلاميذ، الآن سأعلمكم كيف تفرقون بين الصفة والخبر. لاحظوا معي الجمل التالية: الفراشة جميلة، اصطاد الصبي فراشة جميلة، الثعلب حيوان ماهر. الجملة الأولى: الفراشة جميلة ابتدأت باسم، إذن فهي جملة اسمية. ما هي عناصر الجملة الاسمية؟ عناصر الجملة الاسمية، الجملة الاسمية هي مبتدأ. دائما إذا قلت مبتدأ أعزائي التلاميذ يجب علي أن أبحث عن الخبر، المبتدأ والخبر. الجملة الثانية: اصطاد فعل، الصبي فراشة جميلة، هذه جملة فعلية تبتدئ بفعل، الثعلب حيوان ماهر، هذه كذلك جملة اسمية تبتدئ باسم الثعلب حيوان، مبتدأ وخبر. الآن نأتي إلى الفراشة جميلة، نقارن بين هذه وهذه. الفراشة جميلة، اصطاد الصبي فراشة جميلة. لاحظوا معي أولا أعزائي التلاميذ، هذه علامة إعرابها مرفوعة، هذه مرفوعة، إذا هذه تابعت هذه في علامة الإعراب. علامة الإعراب هنايا جميلة فراشة، راها تتبعها هذه وهذه تبعتها في علامة الإعراب، إذا راها متشابهة معها. لاحظوا معي في أولا علامة الإعراب، ما معنى علامة الإعراب؟ معناها حركة آخر حرف، الحركة الموجودة على آخر حرف، علامة الإعراب هنا كذلك تتبعها في علامة الإعراب. الأولى. الثانية: الفراشة جميلة، هذه مؤنث، هذه مؤنث، هذه مؤنث، هذه مؤنث. لو قلنا الأسد شجاع، اصطاد الصبي أسدا جميلا، لكانت كذلك تتبعها، إذا في التذكير والتأنيث، نقول في الجنس أو التذكير والتأنيث، نسميه الجنس أو التذكير والتأنيث، إذا كذلك هنا الجنس، هذه راهي تبع هذه في الجنس، تبعتها في علامة الإعراب وتبعتها في الجنس، كذلك هذه تبعتها في علامة الإعراب وهذه تبعتها في الجنس، رانا نقارنوا بين هذه وهذه، شو الفرق بين هذه الكلمة وهذه، يعني هذه الجملة وهذه الجزء من الجملة، هنا كذلك تبعتها في الجنس. ثالثا هنايا الفراشة جميلة، كم نتحدث عن فراشة؟ شحال من فراشة رانا نحن نتحدث عنها؟ هنايا نتحدث عن فراشة واحدة، هنا كذلك فراشة واحدة، إذا تبعتها في العدد، العدد راها كيف كيف معها في العدد، العدد. الآن أعزائي التلاميذ بنقارنو فراشتين أو فراشتان جميلتان، اصطاد الصبي فراشتين جميلتين. كذلك في الجمع فراشات جميلات، اصطاد الصبي فراشات جميلات، راهي تبع هذه تبع اللي قبله في علامة الإعراب وفي يعني في العدد، إذا كان مثنى هذا يكون مثنى، إذا كان جمع هذا يكون جمع، كذلك هنا إذا كان هذا مثنى هذا يكون مثنى، إذا كان جمع هذا كذلك يكون في الجمع. الآن لاحظوا معي هنا الفراشة، هذه معرفة وهذه كانت نكرة، ما كاش الفراشة الجميلة. هنايا إذا لا يتبعه في التعريف، هنا فراشة جميلة. لو كان قلنا اصطاد الصبي الفراشة نقول الجميلة تبع، تجي كما هو، كون زدنا هنا ألف واللام، هنا كذلك نضيف الألف واللام، إذا لا يتبعه هنا، بينما هنا تتبعه في التعريف. كعرفناها، عرفنا لما عرفنا الفراشة عرفنا الجميلة، كعرفنا الأول عرفنا الثاني، ولما أنكرنا الأول قلنا فراشة، أنكرنا الثاني كذلك قلنا فراشة، إذا والتنكير يتبعه في التعريف والتنكير. إذا هذه هنايا رانا نحن نصف في الفراشة، هذه الصفة، بينما هذه جملة اسمية مبتدأ خبر، هذا خبر. إذا نفرق بين المبتدأ والخبر في هذه الأربع صوالح، نجي نشوفوا علامة الإعراب، بعد ذلك نشوفوا الجنس، بعد ذلك نشوفوا العدد.
نشوفوا التعريف والتنكير. إذا كانت هذه معرفة وقلنا الأول معرفة والثاني نكرة، فهذا معناه بأن هذا خبرا وليس صفة، مفهوم؟ نقرأ هنا الثعلب، هذا مبتدأ، الثعلب مبتدأ، الثعلب مبتدأ مبتدأ، حيوان خبر، ماكر صفة للثعلب، صفة للثعلب أو للحيوان، إذن هذه الصفة. لاحظوا ماكر تبعت حيوان في التنكير، هذا يسموه الموصوف، الاسم الذي يسبق الصفة يسمى بالموصوف، تبعته في التنكير، هذه نكرة هذه نكرة. إذن كذلك تبعته في علامة الإعراب، تبعته هذه مفرد هذه مفرد، هذه حيوان مذكر هذه مذكر، إذن هذه صفة وليست خبرا. أعطيكم أمثلة أخرى، لاحظوا معي أعزائي، الطعام لذيذ، أكلت الطعام اللذيذ، أين هي الصفة وأين هي الخبر؟ هنا هي هذه راها معرفة، هذه نكرة، إذن هذا خبر وليست صفة لأنها لم تتبع المبتدأ في التعريف، هذا مبتدأ وخبر. بينما أكلت الطعام الذي، هذه معرفة هذه معرفة، هذه منصوبة هذه منصوبة، هذه مفردة هذه مفردة، هذه مذكر هذه مذكر، مفهوم؟ إذا هذه صفة وهذه خبر. دائما نتبع هذا ربع صوالح لكي أعرف الصفة، إذا وقع لي اللبس، إذا شكيت بين الصفة والخبر يجب علي أن أبحث أولا، نشوف التعريف والتنكير، التعريف والتنكير، التأنيث، الجنس، العدد، الصفة تتبع الموصوف في كل هذه الأشياء، باش نعرفوها بلي صفة لازم نسيبوها تكون كما هي في التعريف والتنكير، إذا في الجنس في العدد وفي كذلك علامة الإعراب، علامة الإعراب إذا كانت يعني جر نصب رفع تتبعها في كل هذه العلامات. إن شاء الله تكونوا استفدتم معنا أعزائي التلاميذ، وإلى اللقاء في موعد قادم.